معكم معاكم الناس محمد مرزوقي من مجال الذكاء الاصطناعي. تشارك شركة دبي في معرض جايسك بعدة خدمات. عندنا الخدمة الأولى اللي هي خدمة آمنة عبر تطبيق شركة دبي الذكي، وعندنا خدمة تقديم بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت. عندنا مركز الشرطة الذكي اللي يوفر 27 خدمة للجمهور، وعندنا أيضا لعبة القفز المظلي اللي هي لعبة توعوية وتثقيفية للجمهور بشكل عام. دبي تبرز أهم إنجازات شركة دبي في توفير الخدمات للجمهور وتسريع الإجراءات وتوفير سبل الراحة.